قمنا بقى عملنا ايه؟ استوردنا خضروات وشاي وقهوة ب67 مليار جنيه. 7 مليار شاي وقهوة و60 مليار خضروات. لا ما كفناش الانتخة بقى وعمل وقلة الشغل. قلنا نستورد سكر بعد ما كنا بنصدر سكر. ايه يا سيادنا ايه اللي حصل لكم؟ في ايه؟ انتوا بتاخدوا حبوب كسل؟ انتوا بتشربوا حاجة للكسل يا ابني؟ مع ان الدولة بتحارب المخدرات وقدرت تقضي عليها، يعني الكسل ده جاي من ايه؟ جاي من العقل. العقل. ده احنا دلوقتي لما حد بيفكر ويعمل حاجة كويسة قلنا بنجري عليه كبرامج تلفزيون نصوره وكأنه حاجة نادرة. بينما الطبيعي ان الكل لازم يعمل ده.